وقبل الخروج واي حاجه خاصه بالامتحانات، اي اخبار خاصه بالطلاب بتتبعت على البريد بتاعك ده، والبريد ده ممكن تدخل على موقع مايكروسوفت تنزل منه اي نسخ اصليه او اوفيس او اي حاجه باستخدام البريد بتاعك مجانا. يعني الجامعه عامله دافعه فلوس كتير عشان انتوا تقدروا تستخدموا الميزه دي ومحدش بيستخدمها اصلا. وممكن تستخدموها بقى في اي حاجه، في الدخول على الواي فاي بتاع الجامعه، اي حاجه تستخدم البريد بتاعك ده. الاشتراك في البريد، فيا ريت حتى اللي عامل اشتراك على ان الهيكل والناس هيعملوا الاشتراك في البريد، يا ريت يعملوه ضروري اهم حاجه. والدكتور ممكن بقى البريد بتاعك تدخله تفتح وتدخل على البريد الالكتروني، بيجيب لك البريد الالكتروني لطلاب جامعة كوبري. وبتكتبوا هنا البريد بتاعك والباسورد وبتدخل على البريد بتاعك، هو ده الطريقة اللي انت طريقة الدخول على البريد الإلكتروني.